باسم السانوس الرب الاله العظيم الواحد في اللاهوت المثلث الاقانيم. السلام لك يا مريم يا والدة الاله، السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة. السلام للسمائين في بادي النهار، فليته بالديسير وصفوف الأبرار. السلام لميخائيل رئيس الرؤساء، السلام لغبريال مبشر العذراء. السلام للشيروخيم، السلام للسرافيم والأربع والعشرين قسيسا بالتعظيم. السلام ليوحنا السابق وشاهد، شاهد لك المسيح كأعظم المواليد. السلام للإثنى عشر رسول المختارين، السلام لمن كرزوا باسم الرب الأمين. السلام لمريم ورؤوس مبدد الأوسان، السلام للإنجيل مبشرنا بالإيمان. السلام لملك جرجيس الجندي أمام صلاتي. السلام للعجيبه مرمين الأمين، السلام للقوي الشفع للمؤمنين. السلام للعافي فادميان شهيدا والأربعين عذرا في أيقونة مجيدة. السلام لكل صفوف شهداء الأبرار الذين سفكوا دمهم واحتملوا سيف النار. السلام لأنبا أنطونيوس أرض كل الرهبان، السلام لأنبا بولا من ليس له مكان. السلام لثلاث مقرات كواكب البرية، السلام لأنبا بيشوي صاحب أحلاطيا. السلام للقديس المسيموس ودوماديوس، السلام لأنبا موسى القوي في القديسين. السلام لأنبا شنودة رئيس المتوحدين، السلام لأنبا بخوميوس أب الشركة الأمين. السلام السلام للأنبرويس حبيب المسيح، السلام لمن عاش بعيدا عن كل مدين. السلام لأبراهام حبيب المسكين وراه للعطاء والرحمن البائسين. السلام للبابا كيرلس رجل الصلاة صانع المعجزات ومحب الإله. نرسل لكم السلام في كل صباح جديد، صلوا جميعا عنا حتى نرسى المواعيد.